السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتواصل معكم. أنا دكتورة ابتسام النوري، مدرسة مادة مبادئ الإرشاد والصحة النفسية للمرحلة الثالثة من قسم الجغرافيا. طبعا تواصلوا معي العديد من الطلبة في بداية السنة بالمحاضرات، وأخذنا بعض المفردات وتعذر على البعض الحضور. اليوم كمراجعة بسيطة لمادة الإرشاد والصحة النفسية، في هذه المحاضرة راح نعرض أشياء المقدمات اللي إحنا أخذناها من بداية السنة لبعض الطلبة اللي ما تواصلوا معانا. طبعا مفهوم الإرشاد هو عملية بناءة كتعريف تهدف لمساعدة، مساعدة من؟ مساعدة الفرد على أنه كيف يفهم ذاته، كيف يدرس شخصيته، كيف يعرف قدراته الحقيقية، كيف ينمي قدراته وإمكانياته، وكيف يتعرف من خلالها على خبراته، وكيف يتم التعليم النفسي والاجتماعي. وأيضا الإرشاد يساعد الفرد على شلون يحدد مشكلاته النفسية والجسدية، وبالتالي يستخدم الحل الأمثل لهذه المشاكل، وأيضا يعلم الفرد يساعده على شلون يتم تقديم الابتكار الجيد لحل المشكلة. وأيضا مقدمة بسيطة للموضوع اللي أخذناه في علاقة الإرشاد بالعلوم المتصلة به، ممكن ترجعون للملزمة وتشوفوها. كمقدمة بسيطة هذا الشكل راح ينطيكم معلومات كافية على هذا الموضوع. الإرشاد النفسي عنده علاقة بالدين، بالثقافة، بالصحة النفسية والعلاج النفسي، بعلم الاجتماع، بعلم الخدمة الاجتماعية، علم الأنثروبولوجي، القانون، الطب النفسي، التربية والتعليم، العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية. أيضا علاقته بجميع مدارس علم النفس، علم النفس الجنائي، علم النفس العام، الكلينيكي، الاجتماعي، الصناعي، علم النفس غير العاديين، وعلم النفس النمو. هنا ممكن نسأل نفسنا، ما العلوم الأخرى اللي ترى أنها مرتبطة بعلم الإرشاد النفسي؟ أكو بعد علوم أخرى ممكن إحنا، هذا السؤال، أكو علوم أخرى ممكن إنه نعتقد إنه علم الإرشاد النفسي عنده علاقة بها؟ هذا كل العلوم هو له علاقة بهذه العلوم أيضا. أكو جدول سويت للاختلاف بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي، نريد نقارن بين الإرشاد والعلاج. الإرشاد النفسي يتناول المشكلات الأقل خطورة، مثل القلق العادي، إنسان يكون قلق عادي يروح للمرشد، أما الإنسان اللي بيقلق عصابي لا، يروح للمعالج. يتناول الإرشاد الأسباب الحالية للمشكلة، ليش صارت المشكلة الآن، شنو السبب. أما بالعلاج المعالج لا، يروح يسأل المسترشد أسبابها وجذورها بالطفولة، شلون بالتنشئة الاجتماعية، يبحث بالماضي. بالإرشاد يتعامل مع المستوى الشعوري الخاص بالإنسان، لا، بالعلاج النفسي يتعامل مع الشعورية واللا شعورية من الشخصية. بالإرشاد الرواد الإرشاد هم الناس العاديين، يعني ما عندهم أي مشكلة في ذهنهم، في مخهم. العلاج لا، مسألة العلاج النفسي لا، يتناول الناس اللي عندهم مخاوف، هستيريا، ذهان، عصاب، هذه الانفعالات الحادة. شنو أهداف الإرشاد النفسي كمراجعة؟ أول شيء نحقق الذات، بالتالي من يتحقق الذات راح يكون هنالك توافق نفسي، وهذا التوافق النفسي بمجمله يتحقق إذا الإنسان حقق توافق الشخصي والتربوي والمهني والاجتماعي. وهذه إذا حققت الهدفين، الهدف الثالث راح يتحقق بأن الإنسان يتمتع بالإيجابية الشخصية، و إذا أتحقق الهدف الثالث راح يعني يستمر إلى تحقيق الإنسان إلى أنه يأكد ذاته. وآخر شيء، كل هذه من تتحقق راح الإنسان يشعر بمستوى عالي من الصحة النفسية. أشكال الإرشاد عندنا تنموي وعلاجي. شنو تنموي؟ أنه يهدف أنه الإنسان يعني نجعل الإنسان عنده زيادة في كفاءته الشخصية، ويقدر يزيد إمكاناته النفسية، وبالتالي راح نعطي دعم ونمده بحلول واستراتيجيات وطرق جديدة لحل مشكلاته. الشكل العلاجي للإرشاد النفسي إنه ممكن عن طريق الإرشاد النفسي نساعد
المسترشد، نساعد المسترشد وليس نعالج، نساعد المسترشد على انه نخفف من حدة القلق اللي يمر بي، نخفف من حدة الاضطرابات السلوكية الانفعالية، ونعيد التوازن الشخصي له. الوقائي هنا نهدف إلى أنه الوقاية الحيوية، نعلمه شلون أنه إذا اجت مشكلة في طريقة نعرفه على طرق حلول هذه المشكلة، وبالتالي تصير عنده خبرة في المستقبل إذا مر في مشاكل أخرى ممكن أنه يتوقع هذه المشكلة عن طريق الخبرة اللي صارت عنده، وبالتالي يقدر يحل مشكلته. طبعا هذه الأسس احنا شرحناها في محاضرة سابقة، وإن شاء الله نتواصل معاكم مع نظريات